السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هجايب لكم اعادة تدوير شوية حاجات كده موجودة عندنا في البيت، زي الاسترست كده اللي موجود على العباية بتاعتنا، ممكن يكون وقع فناخده نعمل بيه حاجة، زي ورق الفوم اللي هو فيه جليتر برضو ممكن نستخدمه، زي كمان غطا بلاستيك بتاع اي برطمان عندك. لو عندك غطا بلاستيك زي ده تعالوا نشوف هنعمل فكرة حلوة قوي تنفع في السبوع. يلا بينا يلا بينا. بس قبل ما نمشي، لو انتي اول مرة تشوفيني وبتحبي فيديوهات اعادة التدوير، اشتركي في القناة، فعلي الجرس علشان يوصلك الفيديو اول واحد. اما لو انتي متابعيني، يا ويلكم بالحلوين، لايك وشير لاصحابك علشان يستفيدوا زيك. يلا بينا. زي ما انتم شايفين ده غطا علبة، اي علبة كريم عندكم، اي حاجة ليها غطا زي ده كده ممكن تستخدمه. وده تول كان جاي كده في حاجة متغلفة، فانا خيطتها من الجنب حتة على قد الغطا، يعني اخدت حتة قصتها وخيطتها من الجنب حتة على قد الغطا. وبعد كده هنجيب شمع، للأسف الشغل ده ما ينفعش غير بالشمع. هنجيب شمع وهنلف التل ده على الغطا كده بالشمع طبعا، ونلزقه كده بالشمع. انا مش مخيطاها لحد تحت علشان اعرف الفها على الغطا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. بنحط ما بنحط الشمع كتير، بنحط خفيف خالص علشان بس ايه ما تبقاش ملكلكة وشكلها مش حلو، عشان حتى ما يبانش في الشغل اللي احنا بنشتغله. وعلى فكرة يعني عايزة اقول لكم ان البتاعة دي اصلا بتتباع جاهزة تقريبا ب3.5 جنيه او ب5 جنيه، حاجة زي كده. يعني انتوا لو عملتوا المشروع ده في البيت هيبقى مشروع مربح جدا جدا، وهيفيدكم قوي كمشروع من البيت. يعني بعد كده بنجيب زي ما انتوا شايفين دي حتة من اللي هو ورق الفوم اللي عليه جليتر، بس ده عليه جليتر كده فضي. طبعا انتم تقدروا تستخدموا الوانات كتيرة. دي كانت حتة فايضة عندي فقصتها كده شريطة مقاس الدايرة، انا قصاها مقاس الدايرة. يعني بصوا كل حاجة في الفيديو ده دي حاجات موجودة عندي كده، حاجات كانت هتترمي واستخدمناها اهو. بلزقها بالطريقة دي كده بالشمع. وبعد كده عندي اللولي ده، على فكرة كان عندي على عباية، على كم كده بتاع عباية، فاخدت منه حتتين كده قلت ازين بيها العلبة بتاعت السبوة دي. وزي ما انتوا شايفين برضو بلزقها بالشمع اهي على الطرف كده بتاع الجليتر. واخدت حتة تانية قسمتها بالنص، بقى اخدت نص واحد بس وبعملها من فوق اهي كده هنا كده. وزي ما قلت بنحط الشمع خفيف خالص، رفيع كده، خط رفيع علشان ما يبقاش ملكلك وباين في الشغل بتاعنا. الناس يا جماعة اللي عايزة تعمل مشاريع من البيت، اهو عندكم مشروع 100 100 اهو كده. نبروزها كلها لحد الاخر. الحتة بقى اللي هي في النص دي برضو واخدلها فص كده صغير، 3 4 فصوص كده اهو اهو، احطها هنا كده علشان ايه ما تبقاش باينة اهي كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده برضو حتة فوم تانية هعمل بيها يد، هي دي كأنها شيالة سبوع، يعني شيالة بتحط فيها سبوع، فده شكل اليد اهو. هنلزقها من الجنبين كده. دي كانت جاية مع علبة شوكولاتة تقريبا الفيونكة دي، فهلزقها من الجنب كده زي ما انتوا شايفين. شوفوا كل حاجة بقول لكم جايبها من حاجات كانت موجودة وهتترمي. يعني الفصوص دي كانت على عباية، عباية امي فانا خدتها وحطها كده. هحط التلاتة جنب بعض او ممكن تعملوهم على مسافات زي ما انتوا عايزين يعني، بس انا حبيت احطهم في اتجاه واحد التلاتة جنب بعض، فانتوا ممكن تحطوهم توزعوهم على العلبة يعني اي بالطريقة دي كده. وادي الشكل النهائي للعلبة، احنا كده خلصناها. ناقص ايه بقى؟ نجيب حاجة السبوع.
عايزه اقول لكم انا بعشق الشوكولاته، على طول عندي شوكولاتات كتير في البيت يعني، فزي ما انتوا شايفين كده. فهنحط فيها الشوكولاته، وبرضو الرباط ده على فكره كان جاي مع علبه جاتوه كانت جايه لي، ف يعني ما فيش حاجه اساسا مشترياها، كله كان موجود في البيت وكان هيترمي اهو زي ما انتوا شايفين. ادي شكلها على فكرة، بتتباع في المحلات بالشكل ده، انتوا تقدروا تعملوا منها مشروع في البيت بطريقة سهلة جدا، وحاجات متوفرة عندك ومش هتكلفك كتير، لكن هتكسبي من وراها كتير. اتمنى انه اكون افدتكم النهاردة، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم جديد الفيديوهات، وقابلكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.